احنا عايزين نعرف دلوقتي ايه الاماكن الشاغرة للمرحلة الثانية، تقديم الرغبات المرحلة الثانية. زي ما احنا عارفين ان النهاردة تم الانتهاء من تقديم رغبات المرحلة الاولى، وبكرة ان شاء الله هيتم الاعلان عن نتيجة المرحلة الاولى للتنسيق بحضور وزير التعليم العالي بكرة في مؤتمر صحفي الساعة 11 ان شاء الله. طيب، ايه هي الاماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية؟ من المتوقع ان يكون هناك اماكن شاغرة لطلاب علم علوم بكليات الطب البيطري والتمريض، تمام. بالنسبة للشعبة الهندسية هيكون في أماكن شاغرة في كليات الحاسبات والمعلومات، ودي بتقبل من الشعبتين سواء الشعبة العلمية أو الشعبة الهندسية. طيب، بالنسبة لمؤتمر بكرة، من المتوقع عشان كليات الطب تاخد زي السنة اللي فاتت بحاجات بسيطة، يعني ممكن ان شاء الله الطب ياخد السنة دي من 91.7 ل 92%. هنعرف اكتر ان شاء الله بكرة في المؤتمر الصحفي اللي هيعقده وزير التعليم العالي الجديد وبعض قيادات الوزارة.